السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اول بحث دار على الكرة الارضية، لان الخميرة البلدية كتزيد في الحديد وكتحلل الحمض الفيتيك وكتحيد الانيميا وكتنشط البكتيريا ديال القولون، هما المغاربة. وهذا البحث انا من يعني كنت جريته، وانا كنت ديته لواحد المؤتمر في 1994 في كون، كان دار في فرنسا في كون، سماوه لاكتيكاسيد بكتيريا، يعني خاص بالبكتيريا اللبنيه. وديت هذا البحث يعني هذوك الباحثين ديال هولندا وديال المانيا وديال دانمارك وديال بريطانيا، يعني غادي ياكلوني انا براسي ما كنتش عارف القيمه ديال هذاك البحث. غير مشيت درت واحد هو تقبل بعدا كعرض، ودرت هذاك العرض. يعني اول مره في التاريخ كنلقاو بان البكتيريا اللبنيه اللي كاينه في الخميره البلديه هي خميره حامضه لان فيها بكتيريا لبنيه، وبان هذيك الخميره البلديه هي كافيه باش يعني جميع الامراض اللي كتعلق بالجهاز الهضمي ممكن تزولها. وما يعني ها هما دابا الالمانيين ولاو كيصنعوا خبز، ما بقاتش لا بانيفيكاسيون ديريكت، ولا عندهم واحد النوع ديال الخبز اللي كيخدموا فيه الخميره البلديه كيسموها الساور داو ستارتر، هذه يعني الخميره الحامضه. الدنماركيين الهولنديين كلشي الفرنسي يرجعوا كذلك الخبز الحامض. كاين واحد الخبز في امريكا سميتو بان سان فرانسيسكو، يعني خبز سان فرانسيسكو. شنو هو هذا؟ خبز بلدي ديالنا ولكن حامض بزاف، يعني ما كيقدروش عليه الناس. فمع الاسف انا قلت بان كاين عندنا ابحاث، عندنا معطيات، عندنا اشياء، نحن مستعدون في اي وقت، لا في الجانب الطبي ولا في الجانب الغذائي ولا في الجانب حتى الاستراتيجي ديال البلاد. احنا ممكن نوجهوا الصانعين، ممكن نوجهوا حتى يعني الناس اللي عندهم الشان المحلي، ممكن نوجهوهم يعني المغرب فين ممكن يزيد باش يكون اقوى البلدان. لان لا يعقل ان المغرب من حوض الابيض المتوسط، نحن يعني خصنا نكونوا من اول دوله منتجه لهذه المنتوجات هذه البطاطا الحلوه. ان اوروبا الان عارفه البطاطا الحلوه بانها خضره قويه ولكن ما عندهاش. نعم عاملين ابحاث ديالهم، وعاملين ابحاث حتى حال على حليب الابل، ولكن ما باغينش يقولوا علاش، لان ما عندهمش حليب الابل، تيخافوا من الكونسوماتور ديالهم اللي يطلبوا، وغادي يضطروا ياخذوه بواحد يعني ياخذوه من عندنا. نعم. فنحن خاص حنا تكون عندنا قوه في الانتاج ديالنا، وهذاك الانتاج خاصو يكون انتاج تحنا استراتيجي، ماشي نديروا لهم داكشي اللي بغاو هما، فهمتي؟ يعني ننتجوا لهم واحد المنتوج اللي بغاو هما ونعاودوا نطلبوهم ياخذوه. خصنا نديروا منتوج حال هاد البطاطا الحلوه من دابا 5 سنوات ان شاء الله تعالى. ربما ما نبقاش حي انا وعلي، ولكن اقول باش يتسجل. البطاطا القصبيه والبطاطا الحلوه من 5 سنوات غادا تدخل ديتيتيك، وغادا تولي مواد دوائيه ماشي غذائيه. حيت غادي نخرجوا دابا هذيك القضيه ديال لاليكامون لي زاليكامون، وغادا تدخل هذه الماده اللي غادا تدخل في المواد الغذائيه الدوائيه ديال التغذيه. يعني كاين اللي كنسميوها ديتيتيك، وكاين دابا الاليكامون اللي غيدخلهم، اللي دابا الصناع في كندا وفي امريكا وهذيك اللي بداو كيخرجوا هذه المنتوجات هذه على ولاو كيخرجوا على شكل بحال هذا الشعير الخضر. الشعير الخضر اللي باقي الناس كيسرحوا فيه البهي. الشعير الخضر الان كيتجف كيتطحن كيولي الجرين بارلي، هذا الشعير الاخضر اللي ولاو كيعطيوه لصحاب السرطان اللي كياخذوا الشيموثيرابي. هذا الشيء في امريكا وفي هولندا، كاين حتى في المغرب انا شفتو في الدار البيضاء كيتباع، ولكن شركه اجنبيه هي اللي كتبيعه، وحنايا البهيم ديالنا كنطلقوهم في الشعير الخضر. فهنا هذا هو المشكل اللي عندنا، اننا بابحاث عندنا، ان عندنا باحثين، ان عندنا علماء، ان عندنا كل شيء جاهز ما شاء الله، ولكن هذا اللي كنسميوه حنا التواصل ديال الصناع مع الباحثين، والتواصل ديال يعني المعلومات الخاطئه، حتى ديك النظره لا فيزيون، حتى ديك النظره ديال البلاد فين خاصها تزين. يعني ما شاء الله كيف يعقل على ان المغرب عنده ثروه بحريه هائله ديال لي زالك، ربما نخصوا لهم واحد الحلقه ولا حلقتين. لي زالك هادو طحالب البحريه، يعني كيف يعقل على اننا ممكن نصف سكان المغرب ممكن يعيشوا غير على البروتينات ديال هاد الطحالب هادي، ومع ذلك راه ما في البحر ما كان يعني. فهذا المشكل هذا اللي واقع لنا الان هو اننا يعني اصبحنا جاهلين لمنتوجاتنا فعلا، كنضيعوها. يعني شوف الان ملي كيدخل الشخص للسوق، سوق الخضر، حتى انت اللي دخلتي سوق الخضر، ستسالين على الطماطم والبطاطيس هي الاولى. هذا ضروري، بطاطيس هي الاولى. هذه يعني علاش؟ لان هذه كانت استراتيجيه الغرب في الاربعينيات وفي الخمسينيات، خدينا من عندهم بنات لصيقه حنا بالمصر، مسموها لا بوم دو تير، تفاح الارض، لان هي نقدت المجاعه ديال اوروبا. بوم دو تير يعني كيفاش هما ردوا نحرثوا بطاطا ونزرعوا بطاطا وناكلوا بطاطا بالزمنه، ما حنا ما قدرناش نردوا هذا الغرب هذا ياكل بطاطا حلوه لان عندنا. لو كنا قلنا للغرب غير قلنا لمدي ما غنديروش بطاطا روميه، لا غنديروا بطاطا حلوه،
هادشي اللي عطى الله، بغيتو بغيتو الله يعاونكم. فهنا خاص حتى القوه تكون عند المنتج، يكون عنده انتاج بقوه. وعلاش مثلا فعلا اللي قطعتك دكتور اسمح لي انت في خضم الحديث، هذيك البطاطا الحلوه علاش ما نديروهاش حنا فريت؟ يلا كل شيء تعمليه بها، لان البطاطا الاخرى يعني اللي فيها لاميدا كل شيء تعمليه بها، حنا نغيروها نديرو البطاطا. شتي البطاطا بطاطا الى الى المراه سلقتها سلقتها وعطاتها الولد داها معها المدرسه، يعني ليس هناك ماده على وجه الارض احسن من هذيك البطاطا. احسن من هذيك البطاطا اكثر الا كانت مشويه كما قلت، مشويه وتقادها لي وتعطيها للولد ديها معها. تجي بواحد الطعم. ولكن النساء كيعطيو لولادهم لي فريت وما كيعطيوهمش اللي كيقتلوا ولادهم بالبيروكسيدات ديال ملي كتقلى الحاجه في الزيت كتولي البيروكسيدات. حتى الزيوت، شتي زيوت المائده، زيوت المائده ملي تصنعت في الاول كان خاصها تكال طازجه، صنعوها للسلطات وصنعوها باش لا سيزون بوها. الان ولا هذا الشيء في الزيت للصانع لا يتحمل مسؤوليه الخطر ديال الزيت. نعم، لان هو الزيت طبيعيه، هذه الزيت ديال الحبوب طبعا ملي كنشوف، واخا كنسميوها حنا الروميه ولكن راه مستخرجه من 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 النبات، فهي تصنعت في الاول باش ياكلوها الناس طازجه. دابا ولاو الناس كيشربوا بها وكيقلوها. نعم، كيولي الخطر ماشي في الزيت، كيولي في الخطر في الطريقه ديال الطبخ، ما بقاش في هذا. فهاد النبات ديال البطاطا الحلوه ما شاء الله هو من 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 احسن ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الارض. ولا لا يمكن هذا النبات هذا ان يحدث شيء في الجسم او يكون مضر، يعني حاشا ما عاد الله. فهذا خلق جميل وفيه مكونات جيده، احنا اعطينا الاساس العلمي واعطينا تراكيز طبيعه المواد الكيماويه اللي موجوده في هذا. ان شاء الله نتمنى ان يستفيد الناس وان يفهموا بعد اولا. اذا دكتور نحرر مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم كريم. خديجه من الدار البيضاء. اهلا بك خديجه من مدينه الدار البيضاء. وتنشوف دكتور غير الجنس اللطيف في هذه الحلقه ديال البطاطا الحلوه. نعم. اذا تفضلي خديجه مرحبا. اولا كنشكركم على هذا البرنامج الجميل والله يجازيكم بخير. الله يبارك فيك. عندي واحد جوج ديال الاسئله الله يجازيك بخير. مرحبا. بالنسبه للبطاطا الحلوه واش ممكن نعطيها للرضيع؟ بنتي يلاه كملت 6 شهور، واش ممكن نسلقها لها ونعطيها لها تاكلها؟ نعم. والسؤال الثاني هو واش شنو هو افضل الطرق باش باش ناكلوا بطاطا حلوه؟ واش مشويه، مسلوقه، طيبه؟ نعم. شكرا. نعم جزاك الله خير. نعم. جميع الاشكال كما الناس عجبتهم ياكلوها غير ما تبخرش. الا كما قلت الناس اللي عندهم قصور كلوي لان فيها بوتاسيوم من الاحسن يبخروها. وحتى الناس اللي عندهم قصور كلوي الا مثلا واحد الخضره خافوا منها وعجبتهم غير يبخروها، لان ولا يسلقوها، لان التبخير كيخلي ذاك البوتاسيوم كيمشي مع الناس اللي كيعانيو لا يقطعوها بعد طروف رقاق، عادي يديروها في الكسكاس. الفشل الكلوي عادي يديروها في الكسكاس، ثم هذاك الماء اللي غادي يطلع غادي هذاك البخار غادي يتجمد، ثم ياخذ معاه البوتاسيوم، ياخذ معاه اشياء اخرى، ولكن البوتاسيوم بعدا غادي يتزول. ممكن الناس يبخروا هذه الاشياء.